يا مرحبا شباب بقناة كستان جيمر. الأشياء اللي تاخذها من العصابات واللي تحصلها في المعارك من أسلحة وأدوات تتخزن في المخزن اللي عندك. مع الوقت يصير هذا المخزن مليان وتجيك الرسالة هذه اللي تطلب منك تفضيه. فلو كنت ما تعرف ما عليك، لأن بهذا الفيديو رح نشرح لك كيف تبيع أغراضك وتستفاد من كل شيء تجمعه خلال اللعب. افتح الخريطة، رح تلقى رمز على شكل صندوق، روح عليه واضغط زر الار. الحين اختر اللي تريد تبيعه واضغط زر الماوس اللي على اليسار. لما تخرج حتشوف الفلوس تنزل بحسابك. نصيحتي للاعبين، لا تترك اي شيء تقدر تاخده سواء بالمهمات او قتال عصابات. حاول دائما انك تاخذ كل شيء، هذا حيساعدك على تجميع فلوس بشكل اسرع في عالم اللعبة. لو كنت بعيد عن اماكن الصناديق والمخزون عندك مليان، لكن لقيت شيء مهم وودك تاخده، تقدر بكل بساطة تتخلص من بعض الاغراض اللي ممكن تكون مكررة او غير مهمة. تروح للمخزون وتختار الغرض اللي ودك تتخلص منه وتضغط اكس، وبكده رح يروح الغرض اللي اخترته من القائمة. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. شكرا للمشاهدة ومع السلامة.